أهلا وسهلا، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي إف. بعض المتابعين سألوني عن الجويستيك، كيف استخدام الجويستيك. طبعا الجويستيك سهل، تروح على المنيو، تضغط على المنيو، تروح على منيو رقم واحد، تضغط على لايف كنترول، تفتح معاك هاي الصفحة، تختار جويستيك. عندك هني هذه الست، يعني الاكس والواي. شو معناته الاكس؟ كل الخدمات على اليسار، والاكس الثاني زايد اللي هي الخدمات على اليمين. يعني تقدر تعمل جويستيك خدمة على اليسار وخدمة على اليمين. كمثال الحين انا بختار رقم واحد. شوف هاي الشغلات كلها عندك الرئيسية مع الفرعية. انا بختار الستايل، بختار اللي هو الكات اون اوف. نلاحظ معايا هذا شو يسوي، لاحظ شوف معايا. لما تعمل بالجويستيك يعمل معاك شغله، تختار بعدين تختار اليمين. لو تلاحظ اليمين ما فيه، لاحظ اليمين ما شيء، فتيجي عند الاكس الزايد تختار، شوف تحول على طول، تختار مثلا في الفويس. انا اخترت في الميكسر ريفرب، لاحظ معايا الحين الريفرب هذا عادي، بس الحين شوف وانت شغال تقدر تختار اللي تحت نفس الشغلات بالضبط اللي موجودة، بس بيكون حق فوق وحق اللي تحت. عرفت كيف؟ يعني الحين مثلا يعني هاي الشغلات روم تختارها. لاحظ الحين لما تروح على الواي اللي تحت، شوف اشتغلت معاك السهم اللي تحت، تروم تختار نفس الشيء سهم فوق، وهذه اللي على اليمين تختار السهم اللي فوق، ونفس الشغلات كلها تضبطها على حسب ما تختار انت. والى اللقاء في معلومة ثانية، شكرا.